حضراتكم في لايف وبث مباشر. غاسة الحقيقة من قضية المعروفة بقضية السلام اللي طبعا يعني قلبت الدنيا وقلبت الترند الأسبوع الماضي. معانا أستاذ أحمد صبري شقيق السيدة التي تم الاعتداء عليها وقتلها بأبشع الطرق اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها. فنعرف بالظبط ألغاز وتفاصيل القضية من أستاذ أحمد صبري شقيق المجني عليها، هنعرفها النهارده بإذن الله مع حضراتكم في أبو كبير ميديا. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك في أبو كبير ميديا، والبقاء والدوام لله أولا، ربنا يرحمها يا رب ويصبرك. الله يخليك. يعني عرف السادة المشاهدين نفسك كده الأول، واحكي لنا تفاصيل الموضوع بالظبط. إيه أنا اسمي أحمد صبري محمد. نعم. تمام، شغال في هيئة النقل العام. ماشي؟ تمام. تمام، الموضوع بدأ بين الأسبوع اللي فات، لا اللي قبله. تمام، فوجئت ان في ناس جايين ليا هنا. تمام، وبيقولوا لي ان اختك عامله لنا محضر. تمام، وبعدين حضرتك انا نزلت معاهم، ففوجئت لما رحت القسم ان هم عاملين لي محضر كيدي. عاملين لك انت محضر كيدي؟ ايوه يا فندم. وبعدين طبعا قعدت من الصبح لغاية الساعة، من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 4 الفجر، كل ده وبنت أختي موجودة في الشقة لوحدها. أول لما خرجت من القسم، فأي أول حاجة فكرت فيها إن أنا أروح لأختي اللي بنت أختي وأشوفها. تمام، إن أنا أروح لبنت أختي وأشوفها. فلما رحت لبنت اختي كان معايا الكيس بتاع اختي، كان فيه البطاقه وكان فيه الفيزا كده. تمام، فرحت، ففوجئت ان الجيران دول او الناس اللي في البيت ديت طالعه مطلعه لي شويه ستات. انا طبعا فوجئت بيهم، راحوا واخدين مني الكيس، وراحوا واخدين مني الفيزا، وراحوا واخدين مني بتاعة التموين، وهم واخدين مني الكيس كله بأكمله. كان فيه أوراق، إيه هي الأوراق ديت؟ أنا مش ما أعرفش عنها حاجة، أختي بس هي اللي كانت تعرف عنها. تمام، وبعدين كان في واحد اسمه أبو ياسين، الراجل ده كنا بنحاول إن إحنا نحل المشكلة ديت. تمام، الراجل ده بصيت لقيته إن هو طالع جري، فأنا بحسبه إن هو يعني هينقذني من الحكاية ديت. فوجئت إن هو راح واخد مني التليفون الخاص بتاعي وفتشوا تفتيش الله اعلم بقى، ما شافش حاجه الا وفتشوا فيها. يعني هو خد التليفون بتاعك الخاص تفتيش؟ وقام بتفتيش. دي كانت عافيه يعني؟ كانت عافيه. كانت بلطجه. كانت بلطجه. كانت بلطجه، هي الموضوع كله كان بلطجه. الموضوع كله بلطجه. نعم. وبعدين اختي كانت داخله، ماشي، كانت خايفه ان هي تيجي، فاختي دخلت ورايا. تمام، وكان معاها تليفون بتصور بيه المنطقة وبتصور بيه الدنيا اللي هي عايشة فيها. وكان معاها البطاقة في ايديها. ففوجئت ان الناس كلها، المجموعة ديت كلها، راحت نازلة عليها وراحت واخدة منها التليفون وراحت مكسراه، هي والبطاقة الشخصية بتاعتها. لا موجودة، هي ماتت مش موجودة معاها أي ورق من الأوراق، لأن هم صفوها خالص من الأوراق هم خدوا الاوراق المهمه اللي تخصها. طيب استاذ احمد، برضو احنا انت كنت قايل لي حاجه قبل ما نطلع على الهوا، ان يعني كانوا هم عايزين يشتروا شقتها او المكان اللي هي كانت قاعده فيه، مظبوط؟ ايوه تمام. وحاولوا باقصى الطرق انهم يعملوا كده، وهي كانت مش معترضه، ولكن هم يعني بخسوا بسعر البيت، يعني بسعر كانوا عايزين يدوها مبلغ قليل جدا. ايوه فن. ايوه ايوه ده مظبوط. ايوه فن. هي ما كانتش معترضه خالص ان هي تمشي من المنطقه دي، لان المنطقه دي يعني زي ما انت شايف ان هي يعني هي ما تنفعش كانت تقعد فيها خالص. طيب يوم بقى اللي انت عرفت فيه يعني وفاتها كان امتى بالظبط، والخبر جالك ازاي؟ او ايه اللي حصل اليوم ده؟ انا من بعد الحادثه ديت، من بعد اليوم الجمعه ده، وانا كل يوم بروح لها. ماشي، قعدت 3 ايام اروح لها، وبعدين نزلت شغلي. تمام،
رحت لها في اليوم ده الساعة 4، ده الأربعة ونص، فوجئت إن هي مش موجودة في البيت، فوجئت انها مش موجودة في البيت. بنتها بس هي اللي موجودة في البيت. فقلت يمكن تكون نزلت تجيب حاجة، يمكن تكون نزلت بتعمل حاجة كده يعني. فرجعت تاني البيت هنا ماشي، وقلت ايه شوية كده واروح لها. فنزلت فعلا بالفعل، رحت لها وخبطت عليها، ففوجئت ان هي مش موجودة ماشي. فاضطريت اني انا اقول للبنت لو عندك مفتاح ولا حاجة ادهولي وانا افتح لك باب الباب الخشب اللي هي بنتها. بنتها، وادي لها الاكل حتى تتعود بيه، لانها طول النهار قاعدة من غير ايه، من غير ولا اكل ولا شرب، وقاعدة لوحدها وهي بنتها بتكملش 9 سنين تمام. فاديت لها الاكل ورحت ماشي، جيت لها الساعة 8 بالليل، بقى امك يا بنتي جت؟ قالت لي لا. فقلت لا بقى، لازم ان انا ايه البت قدام شباب ايوه الشقه، طبعا، سر الاختفاء سر الكبير ده الاختفاء اكيد ده لازم ان انا حتى اشوف اكيد يعني ورا ايه، شيء. اكيد ورا شيء. فقعدت من الساعه 8 بالليل للساعه 4 الصبح تمام، ساعه الفجر بالظبط، انا كنت متحرك من البيت انا وبنتها الصغيره، انا كنت متحرك وانا مرعوب، مش عشان خاطر انا، عشان خاطر ان انا ماسك بنت صغيره والله اعلم ايه اللي هيحصل تعرضها معايا، طبعا للخطر. والوضع والخطر اللي انا شفته ده يعني بيهيأ لك حاجات كتير جدا اكيد اكيد طبعا. تمام. فاول لما وصلت البيت اتشهدت بصراحه، حطيت البنت هنا ونزلت، حاولت ان انا انزل قلبي ما طوعنيش، رحت راجع تاني، قلت ان انا هنزل ابلغ عنها او استناها كل شويه. رحت الساعه 7 الصبح البيت عندها، لقيت القفل زي ما انا حاطه بالظبط، والباب مقفول زي ما انا حاطه بالظبط. قلت بلاها، لازم ان انا اروح ابلغ باختفائها. أكيد. فرحت فعلا وبلغت باختفائها، الضباط ربنا يكرمهم يا رب مشكورين، طلعوا معايا، طلعوا معايا، ومن اصغر ضابط لاكبر ضابط انا بشكره شكر شخصي وجزاهم الله كل خير، ان هم وقفوا معانا وما قصروش بصراحه معانا تمام، وجزاهم الله كل خير، ربنا يكرمهم يا رب، وربنا يكرمهم في ولادهم. فأنا بصيت لقيت إن كل شوية الرتبة بتزيد، فالشك دخل فيا، كل شوية الرتبة بتزيد. وبعدين راحوا مدخليني في الأوضة عندهم، ويروحوا إيه محققين مع الناس اللي هي سكان العمارة. بعدين آخر النهار وجيت ان اختي قالوا لي ان هي توفت، بس ده كان يوم ايه بقى؟ كان يوم اللي انا بلغت فيه، جمعة؟ لا كان يوم تقريبا الاثنين الثلاث انا مش فاكر، يوم ما انا بلغت قالوا لك بقى ان هي توفت. لكن ما كنتش عارف ان هي توفت بالبشاعة دي. ايه بقى؟ عايزين نعرف بقى، اول ما عرفت طريقة الوفاة بتاعتها او لما شفتها، إيه كان ايه، عبارة عن ايه، ايه اللي حصل، كان شكلها عامل ازاي؟ يا فندم انا لما شفتها امبارح، انت كان اول مرة تشوفها امبارح؟ لما شفتها امبارح الكف لوحده، لا حول ولا قوة الا بالله. الايد لوحدها، الصدر عبارة عن علبة متفرغة. انا بطالب المسؤولين بعد اذنكم تشوفوا لنا الحكاية دي، إيه، لان هي كده دخلت في تجارة اعضاء. تجارة اعضاء، يعني حضرتك ما لقيتش ولا الاعضاء كلها، احشائها كلها متاخدة؟ انا لقيت علبة فاضية، علبة فاضية، حتى كمان قلت لي العظام برضو فيها حتة. العظام بقول لحضرتك حتة قماشة، لا الرجل ديت حتة قماشة. كان مشهد صعب، فما انا لغاية دلوقتي مش متصور. حسيت بإيه من بعد ما شفت المشهد؟ يعني شعورك إيه من ساعة ما شفت المشهد لحد دلوقتي؟ أنت يعني حاسس إن أنت لسه برضو ده مش حقيقي؟ انا عبارة، انا في كابوس، وكابوس فظيع يعني، مهما ان انا وصفت لك الاحساس اللي انا فيه مش هيجي ذره من الاحساس اللي عندي. طيب. خوفي على اولادي، خوفي على زوجتي، خوفي على الجيران، خوفي على الناس اللي ممكن تحصل لها كده بعدها. ده احساس ما يعلمش بيه الا ربنا سبحانه وتعالى، وانا ارجو من المسؤولين ان هم يتحركوا باقصى سرعه، لان الجريمه دي هتتكرر مره واثنين وثلاثه. طيب حضرتك بقى قلت لي ان تم القبض على احد احدى المتهمين او احد المتهمين،
واتهم واحد، ده اعترف على نفسه مثلا، ايوه يا فندم، اعترف ان هو عمل كده. اعترف ان هو عملها لوحده. طب قال عمل وانا كده ليه ولا ما ما قالش؟ اعرفش، انا المحضر مكتوب فيه كل حاجه، انا ما قابلتش المتهم وما اعرفش مكتوب ايه في المحضر. بس حضرتك برضو انت قلت لي ان انت شايف ان ده مش واحد لوحده اللي يعمل حاجه زي ايوه كده، مش واحد لوحده بالوصف اللي انا قلته لك ده، مش لا واحد يمكن ان لوحده. هو يكون واحد لوحده، ولا يمكن يكون الاداه الحد اللي هو استخدمها دي هي المستخدمه. بقول لحضرتك دي متشفيه. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربنا صبرك يا رب الحقيقة. طيب أخيرا بقى كده، يعني أنت شايف حضرتك إن إيه اللي المفروض يحصل، أو إيه اللي أنتوا بتطالبوا بيه يعني؟ انا كل اللي بطالب بيه اولا حمايتي، حماية بيتي، حمايتك أنت وبيتك وأسرتك. وحماية المنطقة وحماية الناس. تاني حاجة اختي يا رجال، لان انا مش هسيبه. يعني طب حضرتك انت قلت لي برضو ان بنتها شافت، قالت انها شافت حد تاني، انت ده بقى اعتقد ان هو اللغز الخفي، ان في ايوه حد هو ده لسه ما اتقبضش عليه او ممسوك. ايوه في حد طليق، الحد الطليق ده هو اللي معاه اللغز كله. وده لسه ما تمش القبض عليه، ولكن طبعا ما زالت التحريات مستمرة والاجراءات مستمرة. مظبوط. ايوه يا فندم، وانا بشكر برضو الناس الكرام اللي هم وقفوا معانا. طب في كلمت هل احدى المحامين الكبار ان هم يقفوا مع حضرتك في القضيه دي ويتطوعوا في القضيه دي؟ هل تواصلت والله معاهم؟ يا فندم انا بناشد الناس كلها اللي يقدر ان هو يقف في القضيه ديت يقف، لان هي مش قضيه فرد، قضية رأي يعني. مش قضية فرد، ليه قضية رأي؟ قضية رأي عام، لأن اللي هيحصل اللي حصل في أختي ده نعم هيحصل في دي واحد واثنين وثلاثة، نعم واللي مش هيقف معايا بكرة يشوف أحد أقاربه الحتة ديت. فياريت إن إحنا نتكاتف مع بعض ونقف إيد واحدة ضد الناس ديت، لأن هي دخلت كده في تجارة أعضاء، كده دخلت في تجارة أعضاء. طيب اسمع حضرتك الاسامي الناس اللي هي او الاشخاص اللي هم قاموا، طبعا ان هم كانوا عايزين يطفشوها في البيت، من البيت في الاول بسبب المشكله، هل انت شايف ان ممكن يكون احد منهم من متورط يعني في القضيه دي؟ بص حضرتك، انا ما برميش التهم جزافا، لكن ان هم يقولوا لي ان احنا هنجيبها لك في شوال وتاني يوم ما يفوتش 24 ساعة ولا 48 ساعة وفعلا تيجي في شوال، ده يبقى فيه لغز. ده يبقى في لغز، لان هم هددوك ان هم وهددوني وهددوا زوجتي. ربنا يظهر الحق باذن الله يا استاذ احمد. احنا بنعزي حضرتك وبنقول لك البقاء لله، وبنقول لك ان شاء الله باذن الله حقها راجع ان شاء الله، وهنفضل وراك باذن الله لحد اما حقها يظهر ان شاء الله ويبان للناس كلها. انا بناشد الناس ان هو بشوفش في احد الاشخاص، لان كلنا اخوات، واللي هيحصل في حد كانه ده حصل في اهلي. ان شاء الله ربنا يرجع. فيا ريت ان الحكومه مشكوره تدور على الجاني الاساسي، تدور على السبب الاساسي للحكايه دي، لان اللي هيحصل النهارده هيحصل بكره، والفيلم برضه هيتكرر نفس النهايه، وهنرجع برضو حضرتك تيجي وتعمل برضو منشط صحفي، وهي مش محتاجة ان هي تعمل منشط صحفي والناس بتموت. يعني انا مش قادر اقول لك غير ربنا يصبرك، ربنا يصبرك باذن الله، وانت نارك هتبرد ان شاء الله لما حقها يرجع باذن الله. اشفق في الله. وانا صدقني لو حتى جت على موتي مش هسيب حقها. ثق في الله وان شاء الله حقها راجع باذن الله، وانت حياتك هتبقى هتكمل في سلام باذن الله ان شاء الله. سيبها لله ان شاء الله خير. شكرا لحضرتك استاذ احمد صبري، والبقاء والدوام. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي ابو كبير ميديا، زي ما حضراتكم سمعتوا وشفت التفاصيل، تفاصيل الحقيقه صعبه جدا جدا جدا. شفت كل حاجه بالصوت والصوره، وعرفنا تفاصيل القضيه بالظبط، القضيه المعروفه ب قضية قتل السلام. فيعني ربنا يصبر الأهالي يا رب، ويعني ربنا يرحم المتوفية ويسكنها فسيح جناته.
مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي أبو كبير ميديا، شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، وكان معكم محمد شلتوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.